بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. زي إيه البدع المعاصرة؟ بدعة الوهابية، هم دول نفسهم بدعة، علشان كده بننهي عنهم انك تسلك مثلكم او ايه طريقتهم في ايه في فهم الدين او حتى في طريقة التدين والممارسة. كلهم بدعة في جميع هذا كله، في الاعتقاد وفي الافعال وفي طريقة الاداء. شفت قد ايه؟ فدول لابد انك انت تخلص منهم، خد بالك، وتذب عنهم، تذب عنهم. علشان كده الذباب سمي ايه؟ ذباب. ليه؟ كلما ذب قاب، عشان كده سمي ذباب. فيبقى يحتاجوا ايه؟ منش، لكي تذب عنهم يحتاجوا منش. فهمت بقى؟ عارف المنشة؟ اهي اهي، حتى تنش بيه، واخد بالك؟ كل ايه؟ كل من يأتي بفكر مخالف لما عليه اجماع المسلمين، فهمت ازاي؟ ويفرق المسلمين. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. لأن النبي هو بيخطب شايف أحوال أمته اليوم القيامة، مش شايف اللي قدامه دول بس، هو بيخطب في الأمة كلها اليوم القيامة، فشايف الايه كل ما يقع فيه من الفتن. وهو بالنسبة لنا رحمته بينا كرحمة الايه الوالد من والده. فكان ايه ينفعل في وسط الخطبة كده ويعلي صوته، وكأنه ايه بينذرنا كده، يعني هنقع في البحر مثلا وهو عايز يلحقنا قبل ما نغرق، صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهتين، ويقرن بين إصبعيه. يقرن ويقرن، ينفع بضم الراء وكسرها، والأفصح الضم والأشهر الكسر. يعني مشهور أن نقول يقرن، دي المشهورة، لكن الأفصح يقرن. كويس؟ يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني كده وعزت أنا والساعة كهتين. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة، اللي هو إيه
كنا خدناها قبل كده، ان الرسول ايه وعظنا وموعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فاكرينه؟ اللي هو قال برضو ايه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، من يعش بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا، وايه وحثنا على اننا نتمسك بما تركه وما كان عليه الخلفاء الراشدين المدينة من بعد، عضوا علي بالنواجذ، مش قايل كده؟ ولابد قدام بقى الباب ده كده تكتب ايه؟ تكتب: يراجع كتاب اتقان الصنعه في تحقيق معنى البدعه للسيد عبد الله الصديق الامات. يبقى ده كتاب واجب عليك تشتريه وتقراه، ده الواجب بتاع النهارده. يبقى عندنا واجب النهارده حاجتين: نجيب كتاب إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للسيد عبد الله الصديق الغماري وتدرسه، مهم هيبين لك معنى الباب ده كويس. والحاجة التانية تحضر لنا النسب الشريف من جهة الأب والأم، خلاص، علشان نبتدي بعد كده نقرأه. عايزين نقرأه بعد الحلية، يعني الحلية النبوية الشريفة والنسب الشريف، نقرأهم كده كل يوم ورد لحد ما تبقى حافظهم زي الفاتحة. لا هنقوله كده سردا، خمس ابيات، هات لنا الخمس ابيات دول نشوفهم، لو لقيناهم لطاف هاتهم لنا. طيب نبقى نشوفهم النهارده كده وندرسهم مع بعض، ولو عجبونا نكتبهم ونوزعهم على الطلب ونقول مين اللي كتبهم. هم مش عارف مين، نبحث نشوف مين. خلاص تجيب لي كده هم موجودين مين اللي كتبهم عشان نبقى عارفين بس الاسناد. يبقى هنراجع كتاب ايه بقى؟ اتقان الصنعه بتحقيق معنى البدع للسيد عبد الله الصديق الغماري، وموجود بي دي اف، يعني ممكن تكتبه كده هيطلع لك بي دي اف تلوده عندك، تدون لودو، فهمت ازاي؟ تدون لودو. اللغه العربيه واسعه، بتاخد منها من الانجليزي وتحطها فيها تلاقيها يقول لك تدلته، حاجات كده يعني، حاجات لطيفه. اللغه العربيه قابله انها يدخل فيها بعض الالفاظ من هنا وتستعمل وتتعرب بعد كده، لدرجة ان مجمع اللغة العربية ايه اجازوا ان تقول هذا الرجل رجل فيسبوكي. يعني ايه؟ يعني نشط على الفيسبوك، تقول رجل فيسبوكي، واخد بالك؟ نقرا الشرح بقى. باب في النهي عن البدع بكسر ففتح، يعني الباء مكسورة والدال مفتوحة، بدع. العجيب ان الاحاديث دي ما اكتر ناس تكررها اهل البدع، صح ولا لا؟ يفتتح بيها خطبه يا اخي اللي كان على راسه بطحه وعايز يبرأ نفسه، سبحان الله. اكتر ناس كرروها في هذا العصر في المئة سنه اللي فاتت هم اهل البدع نفسه، فهمت بقى ازاي؟ فتاخد بالك. ومحدثات الامور، اي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال، إذ هما ضدان وبترك أحدهما يقع الآخر. والحق ما جاء به الكتاب والسنة نصا واستنباطا. أي حاجة بقى مستنبطة يقول لك ما كانتش أيام النبي تبقى بدعة، يبقى هو ده البدعة، لأن الخلفاء الراشدين المهديين عملوا أشياء لم يعملها النبي إلا أنها تؤدي مراد النبي. وعشان كده يقول لك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تستنبط ما يؤيده الشرع وما يحتاجه الناس في الزمان، وبناء عليه أنشأوا المدارس وما كانتش أيام النبي، وأنشأوا الربط وما كانتش أيام النبي، وجمعوا المصحف أيام سيدنا عثمان وما كانتش أيام النبي، فهمت إزاي؟ عملوا حاجات كتيرة الصحابة ما كانتش أيام النبي، جمع سيدنا عمر الناس على صلاة التراويح ما كانتش مجموعة أيام النبي. يبقى الصحابة فاهمين بيستنبطوا، لكن أنت تيجي تستنبط أي حاجة يقول لك ما كانتش أيام النبي. الله، يبقى أنت مش ماشي على سنة الخلفاء الراشدين المهديين، يا مبتدع يا وهابي يا ضلالي، فهمت؟ يا ويلهم من لساني. المهم خلينا هنا، احنا كل يوم نجيب سيرتهم، معلش ليه؟ لانهم عايشين معانا، اصل هم دول قلقنا عاملين، عارف بتبقى عن تبقى ايه قاعد عايز تنام وتستريح وعندك برغوت مضايقك، او البوهابي ده برغوت في جسم الامه، عارف البرغوت اللي هو بيقرصك ده خليك تخرج كل شويه، هم دول برغوت في جسم الأمة، يعني هم يمثلوا في أمة النبي 1.5 مليار، الوهابية يمثلوا في أمة النبي 2-3 مليون، يعني برغوت في جسم الأمة، فهمت بقى إزاي؟ عاملين قلق،
عاملين قلق، واحنا محتاجين اننا ايه نرش عليهم في لت. يبقى ايه، خد بالك ان اهم حاجه، شوف كلام العلماء يقول لك ايه، ما جاء به الكتاب والسنه نصا، وحط تحت استنباطا دي 100 خط بقى. فهمت بقى ازاي؟ وفي احكام القران للسيوطي، سئل مالك عن شهاده اللاعب بالشطرنج والنرد اي يجوز؟ قال اما من ادمنها، يعني طول النهار قاعد يلعب شطرنج ودومنا كده طول النهار قاعد كده اهو، قال له اللي ادمنها ده فلا ما تقبلش شهادته، لقول الله فماذا بعد الحق الا الضلال، فهذا كله من الضلال، انتهى. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الخازن في تفسيره يعني اللوح المحفوظ، لانه يشتمل على احوال المخلوقات. وقيل المراد بالكتاب القرآن، أي أنه مشتمل على جميع الأحوال، بس مين اللي يعرف يستنبطها بقى؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يبقى أهل الاستنباط. فهمت بقى؟ وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة، لف ونشر مرتب. وتقدم الكلام في معناها في باب الأمر بالمحافظة على السنة. وقال تعالى وأن هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما، حال صراطي مستقيما حال، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق المخالفة له، فتفرق فيه حذف إحدى التاءين، هي أصلا فتتفرق، فتفرق بكم عن سبيله أي دينه. وفي الآية التفات من المتكلم إلى الغيبة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كأن ربنا بيقول قل إن كنتم تدعون حبي فاتبعوا حبيبي. فهمت بقى إزاي؟ سبق الكلام عليها في الباب المذكور. والآيات في الباب أي النهي عن البدع كثيرة معلومة، وأما الأحاديث النبوية في ذلك فكثيرة جدا بكسر الجيم، جدا صفة مصدر محذوف أي كسرة، جدا أي تامة مبالغة فيها، الله محذوف الزركشي اوعى تنسى، خد بالك اتعلم القواعد طريقة الفهم. وهي مشهورة عن علماء السنة المشتغلين بها، فنقتصر على إيراد طرف بفتح أوليه المهملين أي جانب منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث أي ابتدع في أمرنا أي ديننا هذا أي دين الإسلام ما أي الذي أو شيئا ليس منه، شوف ليس منه يعني لا، ليس منه يعني إيه؟ يعني لا يندرج تحت أصل من أصول الشرع ولا مقصد من مقاصد الشريعة، بل يؤدي إلى مخالفتها أو يعود على الشرع بإيه؟ بالبطلان، هو ده اللي باطل. إنما أي حاجة تؤدي إلى إنك أنت تنفذ الشرع الشريف يبقى الإيه؟ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد، خدت بالك؟ بأن لم يشهد له أصل من أصوله، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، وادالك أمثلة قبل كده في حديث العرباض بن سارية، ارجع لها في الشرح، وهتلاقيها كمان في كتاب إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدع للسيد عبد الله، هو من الكتب الجميلة في هذا الموضوع. فهو رد أي مردود لا يلتفت إليه من إطلاق المصدر، فهو رد ده مصدر، والمقصود بها مردود، كأنه إيه جاب المصدر وأراد باسم المفعول، فهمت؟ من إطلاق المصدر على اسم المفعول، زي ما تقول أنت الخلق وتقصد به المخلوق، مش كده برضو؟ كالخلق على المخلوق. قال المصنف هذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به لذلك. وقال الحافظ العسقلاني هذا الحديث معدود من أصول الدين وقاعدة من قواعده. وقال الطوفي اللي هو الحنبلي هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرع، متفق عليه، ورواه أبو داود وابن ماجة كما في الجامع الصغير. وفي رواية لمسلم ورواها أحمد أيضا عن عائشة
رضي الله عنه، قال الشيخ نفيس الدين سليمان العلوي ومن خطه نقلت على نسخة له من هذا الكتاب هذه الرواية في مسلم، قد ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، ذكرها في كتاب البيوع في باب النجس وفي باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم، وقد ذكره المصنف في الأربعين له فقال رواه البخاري ومسلم انتهى. وما ذكره بيعلق عليه مين؟ الإمام بقى إيه؟ ابن علان. وما ذكره عن كتاب الأربعين للمصنف لم أجده فيه كما قال، بل الذي فيه الاقتصار على العزو إلى مسلم كما هنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي أمر الدين فهو رد، وهذا أعم من اللفظ الأول فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وفي رد المحدثات رد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين. ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله أمرنا أي أمر الدين، وفي أن الصلح الفاسد ينتقد والمأخوذ عليه مستحق في ذمته يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب خطبة لأمر يقتضيها من تحذير عن منهي أو تخويف عن عقوبة احمرت بتشديد الراء عيناه وعلى صوته واشتد غضبه لما يتجلى عليه من بوارق الجلال ولوامع أضواء الأنظار وشهود أحوال أمته وتقصير أكثرهم في امتثال ما يصدر عنه. ومن ثم مثل جابر حاله صلى الله عليه وآله وسلم في إنذاره بمجيء القيامة وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يؤذيهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منه يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب بحيث لا يقرب منهم أحد، فقال حتى كأنه منذر جيش، يعني كأن في جيش جاي هيهجم على الناس وبيحذرهم لأنه شايف جيوش الفتن هجم على أمته في كل الأزمنة. بقى النبي إيه عينه كانت شايفة كل الزمان الماضي والحاضر والمستقبل وكل العوالم الملك والملكوت، عين النبي مش زي عيننا، فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم حتى كأنه منذر جيش أي مخبر بجيش العدو الذي يخاف، يقول في إنذاره لهم فهو في صفة منذر صبحكم أي العدو مغيرا عليكم ومساكم كذلك فاحتفظوا منه. فكما أن هذا لشدة اعتنائه بحال قومه يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه من تغافلهم عما يستأصلهم ويهلكهم، كذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على أمته وعظم رأفته ورحمته بهم وخوفه عليهم من السعة وأهوالها. ومن ثم عقب ذلك جابر بقول عطفا على كأنه ويقول بعثت أنا، أكد به ليصح العطف والساعة، ما قالش بعثت والساعة، قال بعثت أنا ضمير الفصل، ما إنه موجود في التاء بعثت تاء المتكلم إلا إنه أكد بضمير الفصل بعثت أنا والساعة علشان يصح كمان العطف، فهمت؟ والساعة كهاتين بالرفع والنصب، بعثت أنا والساعة كهاتين أو الساعة تنفع بالرفع والنصب. قال المصنف والمشهور النصب على المفعول معه، تبقى اسمها مفعول معه زي سرت والنيلة، يعني نهر النيل سير معك، يعني مع نهر النيل، مع نهر النيل بمحاذاته على الكورنيش يعني، فهمت ازاي؟ يبقى بعثت والساعة تبقى مفعول معه منصوب على المفعول معية، انت عندنا احنا مفعول معه ومفعول لأجله ومفعول به، مش كده برضو؟ ثلاث انواع من المفاعيل.
قال القاضي عياض: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما، وأنه ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة، ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، كنسبة التقارب بين الإصبعين تقريبا لا تحذيرا. يعني لما يقول بعثت والساعة كأتين، كأن المدة الزمنية اللي فاتت قبل النبي من الدنيا قد طول إيه؟ قد طول السبابة، واللي باقي من عمر الدنيا قد نص عقلة. فهمت بقى ازاي؟ قد الفرق ده، الفرق بينهم في الطول. يعني كأن فات من الدنيا أغلبها زمن الدنيا، وإحنا قربنا للقيامة أوي قد إيه؟ قد نص العقلة. فاهم؟ ده أحد المعاني يعني. أو كهتين من حيث الإلصاق، يعني ما فيش بيني وبينهم نبي. فهمت؟ يحتمل برضو المعنى ده. ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، كنسبة التقارب بين الإصبعين تقريبا لا تحذيرا، لا تحديدا. اكتبها كده، لا تحديدا. في حد كتبها تحديدا؟ بس أنا عندي تحذيرا، هي تحديدا، تقريبا لا تحديدا. ويقرن بضم الراء المشهور الفصيح وحكي كسرها، يقرن بين إصبعيه تثنية إصبع. وفي 10 لغات تثليث الهمزة والموحدة والعاشرة أسبوع. يعني تقول إيه؟ أصبعيه، أصبعيه، إصبعيه، إصبعيه. يعني ينفع تفتح الهمزة وإيه؟ تفتح الهمزة في إصبعيه، وتيجي في الب تخليها إيه؟ مرة مفتوحة ومرة مكسورة ومرة مضمومة، وتيجي تروح هنا الهمزة تاني تروح ضاممها وتخلي الباء مرة مضمومة ومرة مكسورة مرة وبعدين تروح تاني للهمزة تروح كاسرها وتخلي الباء مرة مرفوعة مرة منصوبة ومرة فهمت بقى ازاي؟ تجمعهم كده يطلعوا 9 احتمالات، يتبقى 10 اسبوع، يبقى فيها ايه؟ فيها 10 لغات. فهمت؟ في لغة زي كده؟ في لغة زي اللغة العربية؟ تحيا اللغة العربية. واخد بالك؟ مفيش لغة زي اللغة العربية جمالها. واخد بالك؟ السبابة سميت بذلك لأنه كانوا يشيرون بها عند السبب، تملي الواحد يقول لي أنت السبب، يعني يشير بها كده، فسميت السبابة أي بتحدد السبب. وبعدين في اليمنى سميناها إحنا الموحدة، في اليد اليمنى سميناها الموحدة عشان إحنا بنشير بها إشارة التوحيد. والوسطى، ويقول أما بعد صلى الله عليه وسلم، في استحباب قولها في خطب الوعظ والجمع والجمع والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة، واختلف في أول من تكلم بها، وتقدم بسطه في خطبة الكتاب في أول الكتاب خالص قالها. قيل إن هو سيدنا داود هو أول من قالها، وقيل تبع، وقيل أي أنواع كتير. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، هدى محمد، تنفع الاثنين، هدي وهدى، هدي محمد وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلقمي: هو بضم الهاء وفتح الدال هدى فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال هدي أيضا، كذا جاءت الرواية بالوجهين. وقال القاضي عياض: روينا في مسلم بالضم هدى، وفي غير مسلم بالفتح هدي. يبقى لما الشيخ يقول ايه؟ وخير الهدي هدى محمد، واحد وهابي يقول لك ايه؟ الشيخ بيغلط، دي شغل مين؟ العيال الوهابية، لانه تملي فاهم الدين على وجه واحد، واي وجه اخر غير اللي فاهمه يبقى غلط. دي طريقة مين؟ السادة الوهابية رحمهم الله. فلازم تاخد بالك. وفسره النووي على رواية الفتح بالطريق، يبقى هدي يعني معناه الطريق، أي أحسن الطرق طريقه. وعلى رواية الضم ليهدى بالدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي إلى، يعني ترشد إلى.
وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يرشد للتي هي أقوم. أما الهداية بمعنى اللطف والتأييد فتفرد بها سبحانه، ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية إذا كانت غير متعدية بحرف جر تبقى دي خاصة بالله. فهمت ازاي؟ قل إن الهدى هدى الله، دي خاصة بالله. لكن إذا تعدد بحرف الجر إلى، نسبت إلى القرآن وإلى الرسول وإلى العباد وإلى إيه النصح. فهمت؟ يهدي إلى. فهمت ازاي؟ علشان كده قال له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت، وقال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نفى هداية وأثبت هداية، نفى خلق الهداية وأثبت الدلالة والإرشاد. فهمت بقى ازاي؟ فالمنفي غير المثبت يا وهاب. يقول لك في عيال والله يقول اصل القران فيه تناقض عشان كده كفر. مش كان في واد كده طلع في التلفزيون فتره كده وقال القران فيه تناقض؟ وبعدين بعد كده شفت له فيديو بيقول ان هو عاد الى الاسلام مره اخرى وتاب والحمد لله. ربنا يتوبه ويحسن خاتمته ببركه اسمه بس احمد. واخد بالك؟ لكن هو كمان اتربى على الفكر الوهابي، بقى مخه مليان متناقضات، فالولد ما تحملش التناقضات الوهابيه. 10 سنين واخد بالك؟ فكفر علشان كده بسبب التناقضات الوهابيه اللي في ذهنه. لكن لو اتربى على طريقه الازهريه كل يوم يزداد ايمان على ايمان. فهمت بقى ازاي؟ 10 سنين عند ياسر برهاني. ربنا ينجيهم جميعا مما هم فيه. احنا نتمنى لهم كل خير كما نتمنى لنفسنا. سامحكم يا مولانا. باسم الفاعل وخير الهدى، وخير الهدى هدى محمد. ايوه انا قلت لك من قبل وخير الهادي. ما هو قال لك هدى وهدي في روايتين. انت كنت نايم الظاهر ثم افاق، نام سنام ثم افاق. وشر الأمور محدثاتها، خد بالك بقى، شر الأمور إيه؟ محدثاتها، أي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أصل له فيها. وروي شر كما قال الطيبي بالنصب شر، وشر الأمور بالنصب عطف على اسم إن، وروي أيضا بالرفع شر على محل إن مع اسمها. وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، تملي كل دي عام ومخصوصة. سبحان الله يا أخي، يعني إيه لدرجة إن ألفوا كتاب كل وما عليها تدل. الإمام إيه السبكي لو كتاب مسميه كده كل وما عليه تدل، لأن كل دي عملت مشكلة في ذهن الوهابي. كل ما يسمع كل يبقى كل 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 حاجة. لا يا سيدي، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. يبقى كل هنا ايه مقيده، لان لو قال تدمر كل شيء يبقى السماوات والارض والعرش والدنيا، لا، يبقى تدمر كل شيء من السكان الا مساكنهم فضل زي ما هي. يبقى كل يعني لفظ عام يراد به الخصوص غالبا. عشان كده قال لك كل بدعه ضلاله، فهو لفظ عام مخصوص بكل بدعه ينهى عنها الشرع او تخالف مقاصد الشريعه. فهمت ازاي؟ او تندرج تحت اصل من المحرمات، هي دي بقى يبقى مقيده بهذا. فهمت بقى ان هي ايه؟ عام مخصوص. كما تقدم في حديث العرباد بن سريه في باب المحافظه على السنه. وانت بتدرس العام والمخصوص في ايه؟ في علم ايه؟ اصول الفقه. والوهابيه ما يدرسوش اصول الفقه ابدا. ابن باز قال عليه ايه؟ قال عليه ده يعتبر يعني ليست من علوم ايه؟ بيسموه طواغيط. ليه؟ لانها بتهدم مذهبهم. لو درس اصول الفقه هيتهدم مذهبه. لكن مذهبه عايز يخلي الناس من غير اصول. فهمت ازاي؟ فيبقى قليل الاصل يمشي ورا مين؟ وراهم. انما اللي معاه اصل ما يعرفش ينخدع بيهم. عشان كده ما تلاقيش معاهم عالم ابدا. تلاقي كل اللي معاهم مين؟ جاهل يتبع ابو جهل. واخد بالك؟ هي كده. عشان كده تملي يقول لك ابو فلان وابو فلان وابو جلمبو. واخد بالك؟ ربنا ينجيهم مما هم فيه.
يبقى كل دي نقطة مهمة ما يفهمهاش الوهابي، حكاية ايه عام مخصوص دي، لانه لا يعرف ايه هو العام وايه هو الخاص وايه هو الفرق بين المطلق والمقيد، ما يعرفش الحاجات دي كلها لانه ما درس اصلا ايه اصول الفقه. فهمت بقى ازاي؟ ولا يدرسوها. والحمد لله علماء الازهر اللي راحوا هناك في السعودية في جامعة الملك عبد العزيز وكده ادخلوا هذا العلم من حوالي 20 سنة، يدوب ادخلوه وابتدوا ايه يعلموه للطلب. لكن الطالب برضو بيدرسه بعقلية متشربة بالفكر الوهابي، فما بيعرفش ينجو مما ايه علق في ذهنه من الشبهات بالرغم انه بيدرسه. فهم؟ لكن لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من بين فرث ودم، بين فرث ودم الوهابية لبن سائغ للشاربين. فهم؟ فهم عايشين بين الفرس والدم لسه ما بقوش لبن. فهمت ازاي؟ ان شاء الله يبقوا لبن. ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسي، هو موافق لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اي احق. قال اصحابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج الى طعام او غيره وجب على صاحبه بذله له صلى الله عليه وسلم وجاز له اخذه من مالكه المضطر له، وهذا وإن جاز له إلا أنه لم يقع. من ترك مالا فلأهله الوارثين له، وإن استغرقوا فما بقي من فردهم إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. قال الحافظ هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. قال أهل اللغة الضياع بفتح الضاد المهملة المعجمة، بفتح الضاد المعجمة عشان هي نقطة، المهملة تبقى صاد، ها؟ الضياع بفتح الضاد المعجمة العيال. قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موقع الاسم كما تقول من مات وترك فقراء. انتهى. قال بعضهم وإن كسرت الضاد والضياع يعني كان جمع ضائع كجائع وجياع. قال السيوطي قال أبو البقاء هو بفتح الضاد وهو في الأصل مصدر وليس للكسر هنا معنى. وقال وعلي فإلي وعلي صلى الله عليه وسلم، وقول علي بتشديد الياء أي قضاء ذلك الدين، فقيل كان يقتضيه تكرما. قال المصنف والأصح أنه كان واجبا عليه، وهل هو من خصائصه أو واجب على الإمام بعده كذلك من بيت المال إن لم يكن ثمة أهم منه؟ خلاف، والراجح أنه هو واجب على بيت المال حتى بعد وفاة المال. وقول وإلي أي الضياع، ففي الحديث لف ونشر غير مرتب. رواه مسلم قال في الجامع الصغير، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة كلهم من حديث جابر. وعن العرباض بن سرية رضي الله عنه حديثه السابق بالرفع مبتدأ خبره الظرف قبله في باب المحافظة على السنة، ترجع له هناك لأننا قرأناه وشرحناه. ونقف على باب في من سن سنة حسنة أو سيئة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.